كمان مستعجلة عشان أشوفك. يا ستي اكتبي، هو الكلام بفلوس؟ اكتبي اكتبي. خفة الدم يا. معلش معلش معلش، مش قصدي حاجة. قولي له بس تقصد ايه وبعتي له ايموشن مكسوفة. ما انت عارف تقصد ايه يا سيدي، خليها بس تكتب. مش عارف تقصد ايه. يلا اكتبي له بس. انت تقصد ايه؟ حاضر حاضر. ايموشن مكسوفة مكسوفة. يا ستي هي بوسه بجد، دي ايموشن. طب ما ينفعش الوش اللي فيه قلبين ده يمشيش معاك؟ قلبين؟ احنا نهزر يا ملك. بوسه. اتفضلي. ايه ده؟ ده بروش في كاميرا صغيره علشان نبقى متابعينك خطوه بخطوه وما نسكيش لوحدك وانتي مع الحلوف اللي انتي رايحه. ويا ريت ما تتعامليش مع البروش ده نهائي لغايه لما ترجعي وتخلصي ونرجع نتقابل تاني. احنا بس اللي هنتعامل. انتوا مين؟ احنا انا اللي هوصلك بالعربيه وهبقى سامع وشايف كل حاجه بتحصل ما بينك وما بينها. ما تقلقيش هبقى معاك كل ثانيه. طبعا مش محتاجه اقول لك انت رايحه تقابليه ليه. ايدي لازم يبقى مطمن نهائي، والمصل اللي معاكي هيخليه يغيب ويبعبع بكل اللي جواه. ريهام، ما عندناش لا فرصة تانية ولا وقت تاني علشان نعمل الكلام ده. الدوكيمنت اللي احنا بندور عليه والمعلومات اللي هتعرفي تخرجيها منه مش هنلاقي فرصة تانية عشان تجيبيها. فهماني طبعا. يعني كده احنا جاهزين. مالك انا مرغوبة. ما تقلقيش انا هبقى معاكي خطوة بخطوة. لا يا ريت نكمل وصلة الحب دي في العربية علشان الوقت. يلا بينا. ربنا يستر. ريهام، عايزه عبال ما يخلص معاك العشاء يبقى مش موجود، وخصوصا في الشرب علشان ما تضطريش انك تطوعيه في حاجة اكتر من كده. تحلوف انا قلت. سجايرك.